نجديد أهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعوا إذاعة بانوراما بهاللحظات. نحن معكم بهدى وهن من بانوراما طبعا، وحلقتنا اليوم دايما بتكون عن التعليم كل يوم اثنين. حنبتدي بمنصة أعناب اللي بدأت من السعودية ووصلت لجميع المعلمين العرب بدول العالم. هي منصة تدريب رقمي عن بعد لتمكين المعلمين، بتهتم بتقديم دورات تدريبية متخصصة بمجال التطوير المهني للمعلمين وللتربويين، بيقدمها أكيد أكاديميين مختصين متميزين من مؤسسات تعليمية وأكاديمية عالمية ومحلية. حنفهم أكثر عن هذه المنصة وعن أهميتها من أروى العتيبي، مصمم التعليم رقمي. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة أروى. أهلا وسهلا، يسعد نهارك. وخليني بداية، التطور اللي عم بيشهده التعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية حاليا خصوصا بعد جائحة كورونا، حضرتك كيف توصفي؟ طبعا أعتقد يعني الجميع شهد اللي حصل في الفترة الماضية، والحقيقة أن المملكة يعني كانت رائدة في التعلم الإلكتروني، والشاهد هو سرعة الاستجابة. يعني شفنا منصة مدرستي، نعم، في المقابل شفنا يعني كثير من الدول تعثرت وتوقف تعليمها كليا، لكن عندنا كانت الاستجابة سريعة بالمملكة. ومن هذه التجربة أدركنا أنه القطاع التعليمي والطلاب أيضا جاهزين حقيقة للتعلم الإلكتروني. نعم، اليوم قديش مهم فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني التنظيم التراخيص اللي بيشتغل عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني حتى يتم ضبط جودة التعليم الإلكتروني؟ جدا مهمة حقيقة، وإحنا سعيدين جدا يعني عندما فعلت أعمال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كيف صار في استراتيجيات جديدة وسياسات جديدة. ولما نتكلم عن التنظيم أصبح الآن يعني هناك في شهادات مهنية احترافية من خلال المركز الوطني اللي هي تخص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، أيضا تصميم خبرات التعليم الإلكتروني، وأيضا ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني. وهذه الشهادات طبعا يعني إحنا في أعناب ندرب عليها أيضا كجهة معتمدة. نعم، حضرتك أروى أنت مصممة تعليم رقمي، احكي لي شوي عن هيدا الموضوع، عن أهميته، ليه اخترتي وشو الأشياء اللي ساهمتي بتصميمها برامج؟ طيب لما أتكلم يعني كمصمم تعليمي، أنا في مجال التعليم من فترة، والتصميم التعليمي يعني هو مجال حديث نسبيا، وهو جدا ممتع في العمل فيه، أنك يعني تصممين الخبرات التعليمية للمتدربين. نعم، فمثلا يعني بتكلم عن نقطة مثلا مهمة اللي هي التفاعل. لما احنا نجي نتكلم عن المحتوى التفاعلي لما نجي نصممه، يعني التفاعل هو مهم جدا في التعليم التقليدي او الحضوري. نعم، فاهميته هي مضاعفه في التعليم الالكتروني. مثلا لما نجي نصمم ضروري تكون تصميم برامج تكون باستخدام وسائط متنوعه تحث المتدربين على التفاعل. يهمنا ايضا يكون على طول على تواصل مع المتدربين، ايضا في نهايه الدوره نقيس مدى رضاهم عما يقدم. نعم، فمرحلة التطوير في الخبرات التعليمية الإلكترونية دائمة ومستمرة، فهذا جزء يعني من عملنا نقوم فيه. نعم، التفاعل بالمحتوى الرقمي التعليمي قدي مهم وقدي بيفيد إن كان الطلاب أو المعلمين. أنت اختصاص معلمين يبدو، ولا ما بيفرق؟ هو منصة تدريب معلمين أعناب. نعم نعم، قد ايه مهم التفاعل لما يكون بالتعليم رقمي بالتحديد؟ مثل ما ذكرت هو يعني جدا مهم في التعليم التقليدي، في الالكتروني تتضاعف اهميته. نعم، ومثلا يعني على منصه اعناب مثلا احنا عندنا خصائص على المنصه تساعد على ان التفاعل يكون فعال. نعم، ومحفز للمتدربين انهم يكملون المحتوى، يشوفون مثلا نسبة إكمالهم للمحتوى، تواصلهم مع المدرب، تواصلهم مع بقية الزملاء في الدورة التدريبية. نعم، طب هي منصة مثل ما قلنا بالبداية مختصة بالمعلمين، شو بيستفيدوا منها؟ مين هو عادة المعلم اللي
بيشترك بهذه المنصة أو بيدخل البرامج والتدريبات الموجودة فيها. احكي لي عنها أكثر، احكي لي عن أهميتها، شو بتساعد المعلمين، شو البرامج اللي بتقدمها؟ عموما يعني أي معلم يرغب بتطوير نفسه في مجالات متعددة داخل إطار التعليم، المكان المناسب هو منصة عنها. يعني مثلا أعطيك فكرة عن الدومينز أو النطاقات اللي إحنا عندنا على المنصة يعني، وهذه السنة إن شاء الله يعني إحنا نعمل بتوسيع أعمالنا في مجال تدريب المعلمين وزيادة المحتوى التدريبي. نعم. بناء على هذه النطاقات اللي هي إحنا عندنا مجال تقنيات التعليم، فالدورات المرتبطة بتقنيات التعليم تندرج تحت هذا المسمى وموجودة بتكون على منصة أعناب. أيضا في مجال تطوير وتحسين المقررات الدراسية، أيضا المهارات التربوية والنهج التربوية العالمية وأفضل ممارسات نبني بناء عليها دورات. وأيضا عندنا الصحة النفسية للطلاب. نعم. يعني هذا جانب جدا مهم برضو، يعني عندنا دورات تندرج تحته. وأخيرا عندنا برضو القيادة والإدارة التربوية وقيادة وإدارة المؤسسات التربوية تحديدا. نعم. كيف بتشوفي إذا فيني أقول تجربة التكامل مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني اللي أطلقها معالي وزير التعليم فيوتشر إكس، مظبوط؟ أيوة. نعم. تمام. أعناب هي من الشركات الرائدة السباقة اللي تم ربطها تقنيا مع فيوتشر إكس، وإحنا سعيدين بهذه العلاقة ويعني نطمح أنها تتطور إن شاء الله. وفكرتها أنه هي يعني تظهر مجموعة من برامجنا على فيوتشر إكس، يعني هي منصة داعمة. نعم. توصل محتوى المنصة لجهات أخرى، الجهات الحكومية، وهذا يعني أمر جدا داعم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهذا ما نحتاجه حقيقة. نعم. طب بما أنه حضرتك بهذا المجال وداخلي فيه مظبوط ومصممة تعليم رقمي، نحن تقريبا على عتبة بداية شيء جديد بيتعلق بالتعليم وهو التعليم الإلكتروني والتعليم الرقمي. يمكن كان في خطط مستقبلية أبعد شوي، ولكن إجت كورونا ودخلت كل دول العالم بالموضوع بطريقة جدية. بعد كورونا بعد لهلأ في كتير من الجامعات عم تستخدم التعليم الرقمي عن بعد. كيف بتشوفي مستقبله؟ هل فعلا التخوف اللي الناس العاديين بيخافوا منه انه يقلب العلم لتعليم رقمي، الاولاد ما تروح على المدارس، يمكن قريبا الجامعات تصير من البيت، كيف بتشوفي الوضع انت؟ والله يعني هو المستقبل رقمي. نعم. والتعليم التعليم الالكتروني يبدو انه هو المستقبل، وهذا امر واقع الان يعني. نعم. ما هو خيار. فاللي مو متقبل يعني يحتاج انه يستعد انه يتقبل. بس بتشوفي للافضل للاحسن، في متفائله بهيدا المستقبل؟ والله انا متفائله من ناحيه انه احنا يعني قاعدين نشوف الجهود اللي تبذل من جميع الاطراف لان هذا يعني التعليم، هذا النوع من التعليم يكون فعال. نعم. واذا يعني العلم يقول انه هو فعال وممكن، فليه لا؟ نعم. شكرا جزيلا لك أستاذة أروى العتيبي، مصممة تعليم رقمي، يعطيك ألف عافية، شكرا على وجودك معنا اليوم. الله يعافيكم. شكرا شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، فاصل ومنرجع.